جزاكم الله خيرا. تقول السائلة من أسئلتها: ختمي للقرآن، أقوم بختم القرآن في كل شهر وأنوي بأن ذلك عني وعن أمي وعن أبي لأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، هل يجوز لي ذلك؟ النية عن الغير في ثواب القرآن لا دليل على ذلك، ولكن المشروع الدعاء عند ختم القرآن، أن تدعي لنفسك ولوالديك ولمن تريدين، فتدعين الله عز وجل عند ختم القرآن لمن شئت، وأولى ذلك الوالدان والأقارب. نعم.